وبهذه الثلاثة أشياء وقع الشرك: التعظيم والعكوف عند المكان المعظم والتبرك بالمكان المعظم. بهذه الثلاثة أشياء وقع الشرك. وجاء في حديث أبي واقد الليثي وهو الحارث بن عوف صحابي جليل قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين. شو المشركين كان بيسوي شنو؟ سدرة يعكفون عندها، ده الأمر الأول، وما عكفوا عندها إلا لأنه بيعظموها بيعتقدوا فيها البركة. قال: وينوطون بها أسلحتهم، يعلقوا السلاح قبل المعركة سيوفهم، يعتقدوا إن الشجرة دي بتجيب البركة في السيوف وفي الرماح، وإذا مشوا المعركة بعدين بينتصروا ببركة هذه الشجرة المباركة في ظنهم الفاسد. فعظموا الشجرة وعكفوا عندها وتبركوا بها، فوقع شرك هؤلاء المشركين الأوائل. عشان كده أي شريك بيقع بالثلاثة أشياء دي كما قال سلفنا الصالح، الليلة أول حاجة بيعظم الشيخ، إن مات لأنه عظمه وعظيم عندهم بيبنوا له قبة عشان يعكفوا ويعتكفوا عنده. تلقى حيران مفلفلين شعره، ستة شهور ما غسل شعره، قاعد جنب القبة دي، راجل جماعة نساوين للأدب وراجل رجال جايين شايلين قروش، وغش جماعة أصحاب العربات الفارهة، شفت كيف؟ يكونوا عاكفين عند القبة، وديك يجوا يعتكفوا معاه الجمعة العصر لحد الساعة 11 بالليل، ويتخارج يمشوا، تاني يجوا المرة الجاية يعتكفوا عندها، ويتبركوا بها وبترابها، تلقى واحد يمسح في الباب، عنده وجع بطن وجع كرش يمسح كرشه، واحد عنده وجع ظهر يشيل تراب، واحد عنده مرة ما بتلدي يشيل تراب وتصفه، كملوا تراب القبر كله. الحيران بالليل يجيبوا القلاب، ارجع خلف تي 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 ترجعوا خلف يكب التراب. ثاني يوم الصباح النساوين يصفوا التراب، يقولوا تراب ابوي الشيخ، ده تراب القلاب، يصفوا واعتقادا منهم انه فيه بركه. عشان كده بيقول لك طينه ود الطريفي مباركه وتشفي من داء السعر. ده كله تبرك. فبهذه الثلاثه اشياء التعظيم والعكوف والتبرك وقع الشرك. فالجماعة كانوا بيعتكفوا عند الصخرة دي بتاعت اللات ويتبركوا بها، فربنا قال لهم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ومعنى هذه الآيات: الثلاثة آلهة دي يا مشركون انتوا عبدتوها واعتقدتوا فيها البركة وعكفتوا عندها وعظمتوها واعتقدتوا أنها تنصر من يلتجئ إليها، ليه ما انتصرتوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا هزمكم في كل هذه المعارك؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لما نصرتكم؟ عشان كده ربنا قال: والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، لأنه ما عندهم حاجة، لا بينصروكم أنتم اللي بتلتجئوا لهم وتخلوا الله الحي الذي لا يموت القوي المتين القاهر فوق عباده، خليته ربنا القوي المتين والتجأت لهؤلاء. ربنا قال: لا يستطيعون نصركم. وكمان هم ذاتهم أصحاب القبب المدفنين ديل ولا أنفسهم ينصرون، بيقدر ينصر نفسه؟ كان قام ونصر نفسه من ملك الموت لما جاءوا، كان قام ورجع الروح النزع منه ملك الموت وصعدت إلى باريها سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال: ولا أنفسهم ينصرون. لكن بعد الناس ما بيتعظوا إلا من رحم الله، يشيلوا الشيخ الفقي ذاته، يشيلوا بعد ما يموت ويبكوا عليه وأبوه الشيخ، ويمشي يدفنوا في القبر، يحفروا القبر ويحفروا اللي بيسموه هنا والدلاحات، يحفروا خلاص ينزلوا تحت ويكمدوا بالطوب ويكمدوا بالطين، وبعد ده يدوا تراب، وبعد ذاك يجيبوا أسمنت وخرسانة وسيخ خمسة لينيا، يعملوا قبة طابقين وباب قبة ويطبلوا بالطبلة، بعد ده يقول له: أبويا الشيخ تدينا وتنجدنا. ولو بنجد كان نجد نفسه، قاعد تعد الناس ما بتفهم، قاعد تعد. يوم أنت شفت صورة واحد وراني لها في اليوتيوب حيران بتاع شيخ جاي من وين ما بعرفه ماشيين يستقبلوا في مطار الخرطوم. طيب يا جماعة دي ما قالوا الشيخ بيطير،
طالما الشيخ جاب الطيارة بالدرب العديل المفروض الجماعة دي كلهم يكفروا بالتصوف، صحيح ولا ما صحيح؟ الشيخ الشام قال لهم بطير وماشي يستقبلوا وين؟ ما قال بيطير براو بدون طيارة بدون جواز بدون تأشيرة. البولة ده ماشي يستقبلوا في مطار الخرطوم، يقول لك أبو الشيخ نازل من الطيارة راكب في أي بي درجة أولى، درجة رجال الأعمال. طيب يا ناس انتوا ما قلتوا الشيخ بيطير بعن قريبه زي ما جاء في طبقات وضيف الله، قالوا ليه يا شيخ مش بيطير أرنا الطيران، قال فطار بعن قريبه رضي الله عنه. طيب ده طار بالطيارة ليه وماشين تستقبلوا ليه يا ناس؟ يا ما عندكم عقول؟ طالما ركب الطيارة وعمل له جواز وتأشيرة بقى زيه زي الناس، معناته ده ما الله، معناته ده ما بينفع، معناته ده ما بيضر، معناته ده ما بيطير. يا ناس الناس افهم بتين، ودي البلوى الليلة الحاصلة في البلد دي اضطيعت هذه البلاد وكثيرا من بلاد المسلمين وغالب العباد، الشرك الحاصل والتبرك بهؤلاء المجارمة. يقول لك لا صالحين، ما بجوز التبرك بالصالح. العلماء قالوا كما ذكر العلامة الفوزان أن من طلب البركة من غير الله تبارك وتعالى وممن لم يجعل الله فيه البركة كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، طلب من غيره من الفقهاء والفقراء والشيوخ وشيوخ الطرق فهو مشرك الشرك الأكبر، لأن البركة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ودال ربنا سبحانه وتعالى بيّن شركهم، فإنهم كفروا مشركين جماعة اللات لأنهم تبركوا بهذه الصخرة. ودي على القراءة الأولى أفرأيتم اللات، أما على القراءة الثانية اللات بالتجديد قالوا دي مقصود بها الرجل بعد ما عظموه بعد ما مات وعكفوا عند قبره. وده الحاصل الليلة ولا ما الحاصل؟ حاصل. عشان كده الآية دي بتشمل الاثنين، بتشمل الناس اللي بيتبركوا بالأشجار والأحجار والحيطان بتاعت القبب والطوب إلى غير ذلك من الجمادات، وتشمل الناس اللي بيتبركوا ويعبدوا ويعظموا ويستغيثوا ويدعوا الناس البشر المدفونين في القبور، بقوا صالحين بقوا طالحين. الحكم واحد، الحكم واحد، لأن الزول اللي بيعبد له النبي رسول عديل تعبد من دون الله انت اشركت بالله وكفرت وخرجت بر الاسلام. اللي بيعبد لهم ملك، ملك من الملائكه ده طلع بر الدين، واللي بيعبد له شيطان برضه طلع بر الدين. فالعبره مش انت من تعبد من دون الله، العبره انك عبدت دون الله، وده كلهم دون الله. عشان ما يبقى الخلاف يا مولانا انتوا نبستوا الاولياء، لما نقول لهم ما تدعوا غير الله يقول لك نبستوا الاولياء، تكلمت في الفقراء، خلي الاولياء. لو عبدت رسول انت اشركت بالله. رجل جل النبي عليه الصلاه والسلام والحديث صحيح فقال ما شاء الله وشئت يا محمد، يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز تخط شريك مع الله، يبقى تخط لك فقير ولا فكي ولا دجال ساحر مجرم شيخ طريقة، تخط مع ربنا سبحانه وتعالى كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى ما يرضى أي أحد يكون معه شريك. ربنا قال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.